مع تأكيدات من الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات الاجتياح البري لقطاع غزة، فإن المعركة ستحمل مواجهات أرضية بدخول الآليات العسكرية إلى جانب القصف الجوي. هذا التطور في أرض المعركة يعني أن كل طرف سيلجأ لاستخدام أسلحته كافة، ومع تعدد وتنوع مصادر تسليح إسرائيل خاصة مع الدعم العسكري من أمريكا، لأنها ستعتمد على ثلاثة أسلحة رئيسية في حربها البرية تلك. أهمها دبابات ميركافا القادرة على اعتراض الصواريخ، وجرافة تيدي بير التي يزيد سعرها عن مليون دولار، ويمتلك الجيش الإسرائيلي حاليا نحو 100 منها. وإيتان أحدث مدرعات إسرائيل المعروفة بقاهرة الصواريخ التي يمكن أن تحارب لأيام متواصلة دون انقطاع. في المقابل فإن لاتا حماس ترسانة من الصواريخ، أهمها صواريخ كورنيت الروسية المضادة للدبابات الموجهة بالليزر، إضافة إلى الرشاشات السوفيتية القديمة دوشكا المصممة لاختراق المركبات، وأيضاً قذيفة الياسين ذات القدرة التدميرية العالية. ورغم تطور أسلحة إسرائيل، فإن التحدي الأكبر الذي سيواجهها وفق خبراء ومحللين عسكريين هو أن حركة حماس تعرف جيداً الأرض، خاصة مع وجود الأنفاق التي شن الجيش الإسرائيلي هجمات عدة عليها لمحاولة تدميرها.